ملك الكلام عشان القلب فيه كتابة، جمهوره ناس مننا عالفطرة وغلابة، شاعر وقلبه رصيف يقعد عليه البشر، وله في قلب الناس كام ذكرى متساوى. أنا آخر بيت في الحارة السد، الحارة اللي عيالها يا سيدي كانوا أشقى عيال على وجه الأرض. أولها تلاقي أم تريزة، وقصادها الحاج غريب زنة أبو أحسن دكتور في الوراق. الحارة اللي في عز ألمها كانت تتوجع أخلاق، الحارة اللي بيوتها قديمة لكن في الشدة بتسند بعض، لو مالت حيطة على التانية تلاقيها في ثانية تقويها وتسد حاجتها وتحميها. ما هو كل بيوت الحارة أخوات، ومفيش مسافات، الفرح بيدخل من باب فيزور الكل، الجرح يلاقي الأحباب فبيضعف وبسرعة يقل. سامح، انت ليه اخترت تكون شاعر؟ لا، هو اخترت اكون شاعر، محدش بيختار ان هو يكون شاعر. الشعر دوت موهبه من عند ربنا، بس الانسان لما بيحس ان عنده ملكه بيسعى ان هو يطورها وان هو يتعلمها ويتقنها عشان يكون لسان حال بعض الناس اللي ما بتقدرش تعبر عن اللي جواها وتخرج احاسيسها ومشاعرها وافراحها واحزانها وهمومها. امتى حسيت انه الكلام حلو؟ والله حسيت ان الكلام حلو من خلال تعليقات اصدقائي والمحبين ليا، من خلال تاثر الناس بيه. لما اكتب قصيده معينه وابتدي القيها على الناس او اسمعها لحد ما تغير موده، يعني لو بتكلم في قصيده حزن لما هو يكون عادي انسان طبيعي يحزن او يزعل او يعيط او يدمع، حسيت ان فعلا الكلام اللي انا بكتبه ده في صدق وممكن يكون ليه تاثير على الناس. مين من اهلك او اصحابك لما سمعك قال لك لا والله يا سامح لازم تكمل في الموضوع ده، شجعك ولا ما حدش اهتم وقالوا لك خد بالك من صنعتك وما؟ من ضمن الناس والدتي، وكان ليا اصحابي محمد رضوان وشريف ووائل خليفه، الناس ديت هي اول ناس سمعت بعض الخواطر، ما كانتش حاجه شعر، فقالوا انت ممكن فعلا الكلام دوت يبقى حاجه، فبداوا يشجعوني لا دوس اتعلم اقرا. مين علمك يا سامي؟ الشعر والقافيه والعوارض طيب. الشعر بدا معايا من المطعم. كان في جريده الاهرام المسائي كانت بتنزل صفحتين في العدد الاسبوعي بتاعها اسمهم بستان الزهور، دول كنا فيهم قصائد وخواطر واشعار، فانا وانا بقطع الجرايد، زمان احنا كنا بنشتغل في الجرايد قبل الورق الابيض وقبل الاطباق الفويل والحاجات دي، فكنت وانا بقطع الورق عيني تقع على الحاجات دي فاقراها فاحبها، الكلام ده في اعداديه، فبدات اخد احتفظ بالورق بتاع الجرايد ده واروح بروح ابتدي انقله في اجنده، انقل لحد ما حسيت تنقل القصايد اللي في بستان الزهور دي في اجنده. فلقيت نفسي بكتب حاجات شبه اللي انا بنقله. طب والدك كان برضو فوال صح؟ طيب ما يقولكش، وصاحب المكان ما يقولكش انت بتعمل ايه يا ابني؟ دايما كان بيزعق لي، يعني مثلا ايه اما الموضوع اتطور شويه بدات اكتب ممكن وانا واقف فجيني فكره معينه فانا بسرح فيها او ببتدي اكتب، ففي زباين واقف فهو ابتدي يا عم سيب اللي في ايدك وخد بالك من الناس، يا عم ماشي زمان، يا عم الناس هتتاخر، يا عم الناس بتمشي، الى ان الموضوع مشي وعملت اول ديوان، وطبعا كان هو لازم يحضر فيه وحضر وشاف شعراء مصر وشاف شعراء كبار قاعدين على المنصه والدكتور بيناقش الديوان بتاعي، فحس ان اللي انا كنت بعمله في الوقت اللي هو بيزعق لي فيه حاجه كويسه وحاجه مهمه، من ساعتها بقى ما بقاش لا يزعق ولا يتكلم، وكنت فاهم الموضوع يعني. انا قطعتك لما قلت لك مين علمك، اتعلمت منين؟ يعني والدتي كانت في كتف ابويا في كل مهنه بيمتهنها، يعني فتح مطعم تقف في ظهره، محل خضار تقف معاه، فكان طبعا اللي رايح واللي جاي بيقعد يدردش معاها، يقعد يتكلم معاها، تعمل جمعيات لبعض الناس اللي ظروفهم كده، يعني عروسه هتخش فيلموا لها جمعيه عشان يجيبوا لها الجهاز. الله. فهي كانت بين الناس معروفه الحاجه مهاني، فكانت الناس بتقعد معاها وكده. اخلص انا شغل المطعم هنا اروح اقعد معاها، فتفضل بقى تحكي لي وفلانه وعلانه وبتاع، ومن ضمن الكلام الاقيها بتقول حاجات فيما بعد اما حضرت الندوات لقيت ان ده من التراث الشعبي، حاجات بعض المربعات وبعض مش فاكر حاجات من اللي كانت بتقولها؟ هقول لك، هي كانت في الفرح حته كده زي ياللي دعيتي عليا بصي ويشوفي، ده انت دعيتي عليا
ربي نصرني وادي الحبايب جنبي والكل هنا كده حاجات باللي يقولوها في الافراح انت تحسي ايه ده ايه اللي هم بيقولوه حلوه قوي حلوه هي وليا خالتها ست فاطمه رحمه الله عليهم الاثنين يعني فكانوا يقعدوا ويقولوا حاجات من دي كتير بقى انت لما مامتك توفت كتبت حاجه في رثائها باسلوبها ولا باسلوبك انت لا انا كتبت باسلوب انا كتبت ايه انا كتبت قصيده اسمها اخر مشهد بقول فيها صباح الخير على الشجره اللي بتضلل على فروعها وتتحمل كتير منهم وتدفن فيها اوجاعها وتتحمل كتير عنهم ولا تغيرش في طباعها صباح الخير على اللمه على الحب وعلى الاحساس صباح كله امل يمه يا اغلى واغلى واغلى الناس انا محروم من الضمه ومن حتى الجبين ينباس لكن بدعي الكريم تبقي من العتقاء يا تاج الراس وصحيت على رن التليفون من رؤيه غريبه ومش واضحه على صوت مفزوع امك عايزاك وساعتها بقيت زي المجنون معرفش لبست بسرعه ازاي وفي لحظه بقيت قدامها هناك مالك يا امي ايه اللي جرالك رد عليا وبصيلي طب شاوري وهفهم من عينك كوبايه ميه ورن على اخواتي بسرعه فين البرشام انا كنت مظبط لك جرعه قبل ما هتنام اديتيها لها طب ايت الكرسي قريتها لها وفتحت الشباك على اخره وكان اخر مشهد للدنيا وانا ساند ظهرها وبحاول اني اطمنها بذكر الله كان كل يقين ان الجلطه مش ممكن تمنع من التلقين وانها بتردد ويايا وبنبض القلب تقول لي امين اخواتي بسرعه بتتجمع وعيونهم عماله تدمع وصوات وعياط وصراخ ونحيب ملعون اللي يشق الجلاليب كان اخر مشهد في الستين والله رهيب انا واقف تايه وسطيهم ميت وبحاول اهديهم وبقول الشمس ازاي هتغيب ازاي الجبل اللي ساندنا ينهار ويسيب الجرح بينهش في اساسنا فنبان كراكيب وبركز على صوت من الاوضه امك ما ماتتش طب هات دكتور دي بتضحك والوش منور ولا بدري بدور امك في الغسل بتتكلم بتقوم تتحرك وتسلم ما عادتش بتشكي وتتالم وفي لبس الابيض زي ملاك مخلوق من نور خدناها ونازلين على السلم تحضنها الخشبه وبينا الطير ماشيين بنودع بعضينا وخيالنا ياخدنا على الذكرى وكتر المشاوير على باب القبر خلاص نازل مش قادر عنك اتنازل ولا قادر حتى على التفكير ازاي راح اسيبك كده على الارض وانت اللي فرشت حياتي حرير انا كنت كيان وخلاص اتهد ما هو جرحك كان والله كبير مش عارف قلبي طوعني ازاي وقفلت بايدي عليك القبر وانت اللي قفلت عليا العين وشربت عشاني يا غاليه المر ومشيت وسبت القلب حزين طب هعمل ايه غير اني اقول لله يا حبيبتي تملي الامر ومشيت وانا قلبي بيدعي لك وبيطلب من الرحمن الصبر وانا راجع كل حيطان الشارع بتلومني وتقطمني وفي قلب العزا بتكلمني وتقول لك فوفها هتوحشنا وسلالم بيتنا كمان واقفه وبتاخد في العزا وتحشنا وبترفض خطوتنا عشان تفضل محتفظه بخطوتها الباب اهو داب من خارجتها والاوضه اتغسلت بريحتها وحيطان الشقه بتتكلم وبتحكي وبتجيب في سيرتها ولا حاجه شافتها وعرفتها الا لما انجرحت علشانها من بعد مراره فرقتها السبحه انفرطت دمعتها واللمه انفضت جمعتها عكازها المحني على وداعها اقسم ما يغير مسكتها وتراب السكه اللي معشش في عيون شبشبها وطرحتها حالف ما يفارق جلبتها لو حتى اتغسلوا بدمع العين راح يبقى تملي خلاص ساكن مع ريحة المسك اللي معطر أوراق الشجرة اللي ساقتها كرسيها المتحرك أعلن عصيانه مش راح يتحرك ولا يوم هيغادر طرقتها ما هو كان بيدوب من حوادتها أسرار بتقولها في وحدتها كان بيني وبينها كتير حوارات تبدأ وتغيب على دمعتها العين اتحرمت نظرتها واتقسم القلب في غربتها وخلاص مش هسمع دعوتها ولا تاني هدوق حنيتها أنا أمي اللي مفيش في تيبتها مش ممكن حد يعوضني عنها أو عن حنيتي الفن بيرقق القلب يعني طبعا سامح طبعا أسلوبك جميل وكلامك حاضر اتعلمت ولا ما كملتش تعليمك؟ لا والله إحنا ظروفنا
ممكن تكون شبه ظروف كتير من الأسر المصرية. كانت الموضوع على قدنا يعني، الحمد لله يعني الدنيا مستورة. فإحنا كنا سبعة، أنا كنت رقم ثلاثة فيهم، أختي الكبيرة ما تعلمتش وأخويا برضو الكبير ما تعلمش. كون إن أنا أوصل لحد الدبلوم، أخدت الدبلوم، دي كانت كويسة. هي والدتي كان عندها إصرار، إصرار رهيب إن أنا أتعلم وأكمل تعليمي، وخدت الورق بتاعي وراحت قدمته في معهد. بس أنا كنت شايف الحالة بتاعتنا واللي بعدي، خصوصاً إن أنا بعدي كان في ثلاث بنات، وثلاث بنات عايزين يتجهزوا وعايزين موضوع، فكان صعب إن أنا مثلاً أروح معهد. معهد كان ممكن يصرف في السنة 2000-3000، فكانوا في الوقت ده مهمين جداً، ما كانش ينفع يعني، كان الجنيه بيفرق طبعاً. فأنا ما رضيتش أكمل عشان خاطر أقدر أكون في كتف أبويا وأساعد معاه. والدبلوم حلو، والحمد لله. وبقيت في كتف ابوك زي ما انت ابتدينا الحديث، قلت لي امي كانت في كتف ابويا على طول، فانت بقيت سند لابوك. الحمد لله، الحمد لله. طب بقول لك يا سامح، انت بقى ولادك حد منهم زي ما انت في كتف ابوك كده، حد منهم بيشتغل معاك؟ لا، هو انا ربنا كرمني ببنتين وولد. الكبيره معاني في ثالثه حقوق، اللي بعديها فرح ثانويه عامه، واللي بعديهم احمد في سنة رابعة. حد منهم ليه في الشعر؟ هم كلهم بيحبوا الشعر. طب احنا عايزين نقابل حد من عيالك، شوف كده حد، انا عايزة اقابل حد من الموهوبين شعريا دول من الجيل الحديث. الوراق منطقة بتبص على كورنيش النيل، تابعة لمحافظة الجيزة، بتضم وراق العرب والحضر وجزيرة الوراق وعزبة المفتي وعزبة الخلايف. وبيتقال ان اصل وراق العرب لما مجموعة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام جم مصر مع عمرو بن العاص ما بين 20-21 هجرية، وطلبوا منه الإقامة في المنطقة وزراعتها لأن أرضها خصبة وجنب النيل. ويمكن ده اللي بيفسر وجود أضرحة كتير في وراق العرب، أضرحة مشهورة زي ضريح سيدي عبد العزيز وسيدي خليل وسيدي البشندي. لكن أكتر حاجة بيفتخر بيها أهالي الوراق إن منطقتهم هي اللي أنجبت الشيخ محمد أبو الفضل الجزاوي اللي تولى مشيخة الأزهر سنة 1917 لحد ما توفاه الله سنة 1927. معاني يا سامح حريدي، يعني أنت بنت شاعر ومسميكي معاني، حبيتي اسمك؟ مؤخراً، يعني مؤخراً بدأت أحس إن أنا اسمي مختلف فبدأت أحبه. أنت سميتها معاني، المعاني ليه يا سامح؟ هو معاني ليه؟ أنا كان حد من اللي لهم فضل عليا الموسيقار محمد قبيل رحمة الله عليه، وكان بيكتب في مجلة أكتوبر وعامل عمود اسمه معاني، وهو ليه بنت اسمها معاني. فعلا معاني محمد قبيل. أنا لفت انتباهي الاسم من ناحية، ومن ناحية تانية أنا كنت بحب الأستاذ محمد وحبيت الفكرة نفسها إن شاعر يكون بنته اسمها معاني. أنت في التعليم دلوقتي؟ في ثالثة حقوق. هتاخدي الليسانس ده السنة الجاية؟ ليسانس إن شاء الله. طب لو أسألك سؤال، يعني مثلا أسألك على الرزق اللي بيجي لك من المحل مثلا، تقدر تجاوبني شعريا عن البيزنس، عن انك فاتح محل، تقول لي ايه؟ هو انا بقول شعريا، بقول مطرح ما تاخدنا اللقمه نروح، نرتاح ازاي والبال مجروح، نتعب او نشقى ما هيش فارقه، احنا بنتهنى بستر الروح. طيب انا مبسوطه قوي ان انتوا عرفتوني عليكم النهارده، ربنا يخليك. بس انا عايزه بقى اخش المطعم اشوف ايه موضوع الطعميه، ايه موضوع الفول. يلا فندم، محدش عزمنا على حاجه. ازاي بقى؟ يلا فندم، يلا عرفني. يلا على مطعمك يا سامح. جميل المطعم من جوه يا سامح. ربنا يخليك يا استاذه، هو جميل عشان حضرتك. الله يخليك يا سامح. ايه موضوع هريدي بيه ده؟ انا سامح هريدي، ومع فيلم الفتاوى فكره هريدي بيه، فانا حبيت الإفيه نفسه بتاع الاسم. ما تأكلني بقى حاجة، أطلب منك الطلب بتاعي. طبعاً، ده احنا تحت أمرك اللي انت عايزاه. بص يا سيدي، أنا عايزة فول بالشطة بزيت فرنساوي، زيت عادي يعني، خلاص؟ تمام. إيه بقى قصة المطعم دي؟ مش انت كان عندك مطعم في حتة تانية؟ أنا كان عندي مطعم في حتة تانية، وكان في حد هنا مكاني من حوالي سنة ونص أو سنتين، فهو ربنا كرمه هنقل على مكان تاني يعني، فعرض المحل هنا ان هو هيسيبه. فبصراحه انا كان نفسي اجي المحل هنا، ليه ذكريات معايا، ابويا كان فيه من حوالي 20 سنه، فانا كان نفسي. انت والدك كان بيشتغل في المحل ده؟ كان بيشتغل فيه، فكان نفسي بصراحه ان انا اجي هنا المحل. فلما هو عرضه كلمت واحد صاحبي اسمه محمد رضوان، قلت له انا نفسي المحل، ان انا اكون في المحل هنا. فدخل في المفاوضات وبدا يتكلم في السعر لحد ما وصلوا لرقم معين. الرقم اللي هم وصلوا له
انا ما كانش معايا منه فلوس، فلقيت محمد بيكلم اصحابي وبيكلم اهل المربع هنا، اللي دفع 5 واللي دفع 10 واللي دفع 2 واللي دفع 1 لحد ما كونوا المبلغ بتاع المحل هنا وهنا ودفعوهم ووفروا لي المحل. يعني اهل الحته هم اللي نقوا لك الحاجه. كان في معانا فنان بورتريه قاعد بيرسمك من الاول خالص من ساعه ما جينا. الله. ودلوقتي هديها لك تحطها بقى في المحل بتاعك. بص يا سامح. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. تسلم ايده. شوف انت بقى اسمه عبد الله. لا ده عشان تدعي له. الف شكر لعبد الله وتسلم ايده، بجد حاجه جميله يعني. كمل انت شغلك بقى، سيبني انا في فطوري. بالهنا والشفا يا استاذ. ميرسي يا سامح. مطرح ما تاخدنا اللقمة نروح، نرتاح ازاي والبال مجروح، نتعب او نشقى ماهيش فرقة.